عبد الناصر يوسف قضاه او ترتمد انا قلها وكيلدا سومار داري سعيد عبد السمد سعيد عري او ترتمد انا قلها ديغان كي عاصمه هرجيسا كو اسو كشرحان حزب عداله يدري الكوعد ايام انت رسميه وشاعيه هنكودا مشرح نمو وحنا مناسبه شاعنت هنك لبد مشرح او كقبسونته مغرد هرجيسا كقيب غلي مسؤولين اي غو هريان هوغان كحزب قعود وايلكا وحغرد كا قويهن كهوين كدنيرده يا بدي بلبنت شاي كسو جدان لبدا مشرح واي وهليان تاغريا شودو سو بوخدا فيه مدش شاعنتا وحنا مدش كجيديا هذا لو بدنا دردارن هامبليو بوغادين يا سفينتا شخصيات لبدا مشرح قار كميدا مسؤولين تي مدش كا سو قيب غلاي لكن سوى حد شيء إلى ناقة هذي الله هاي أرداها عبد عيسى بيسا كان هان عبد بريء يقول أنت كل هاي عبد سمين اللي هو راح يمان إذا ما هو واحد صباح ينشقه يندناه وحوية ما تقوله زيها أنور على حزب الغريب وحلوه هاي ينشقه بيفكرين يوي دعائي همري وقدر يا مشارحين تا يا أرضاع الصباح لي كنتي والله مشرح وأقعد على الله برد أقولينا ورد ذلك يدك بورمر جالسين كرا وانين مقالة أرجيس أيوب عن تاي وانا نين هنل and أبتجي يبو أبتجي وضع عبد الناصرنا تدبي تمن قال لي دي شيء جاي نحسب كوتشري يو ولي ب إلا أساس كي ينقوه الرئبة نبغى نسوي تجنين وياه ما أنت واحد سوشي رحنا أستانتي حسب جا أعد عبد الناصر يوسف عثمان وانا آل برد حسبية هنا من مهبون ويسك سوشي رحاي سعيد عبد السمد وانا آل سعودي بدل لا سوشي رحنا وقيران اللي واحد فينا تبص النظارة ودوني ما أنت ما ظهر شنو كلام؟ ومن عصرات عظيمة وتاريخية. دعائية دردار الأوبا على أوبا عنكها. لبعض المرشح لك يعني قوفتن غير بصوع على مصاري هذه من روح مليانين. حالته سيد هو اللي كيف بدلت وقف يعب عد كان نصي حتى لا هو عبو جارسيني شرحتها لا هو عاني كسوة كبكر أي جارسيني لبعض الحلباني وكبوليو ترتك عيكو صعباري عبد الناصر يا سعيد والله إنه حلو ويان بيشي صوف وشيء وقلاطين رنت آدي آد بارو قم هذا علينا هنا وحن الله يروني كيف يروني والله مشاعر روني أحسين الله كيف يسيرني لبضا حلبان بو ونقانا ونمو ونأكسن وأخلاق دود ونأكسن تهي سيبا حنوس عنون لبضا هذا السي لو تاقل لها وحن الله بشورة بولي لازم حاجة بشورة تقلع حاجة بشورة تقرعا لما بشورة تقلع حاجة صوبة قال بقى اني تاغير وين موقتا انا ابو هدان حسب قوعدنا هي هو يهيل بمر لقرب تاغن وحاو تلحيد انا وحلاي وبشرحين مركز قوم محضان dhankooda waxa ayaguna madasha ka hadlay musharrixiinta Cabd Nasir Yusuf qadaxo u tartami doona doorashada golaha wakiilada Soomaaliland iyo Saciid Cabdisamad Saciid Curay oo u tartami doona doorashada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa kuwaas oo soo bandhigay qorshayaashooda ku aadan horumarinta dalka iyo dadkaba hadii ay ku guuleystaan anigu dawladda hoose aan u sharaxanahay waxaan ku sidkayaa siyaasadda xisbiga Wacud ay ka leedahay municipality policy-ga ee ku saleysan cadaaladda iyo daryeelka dhanka gaaluhu wax ma tare waxaan u baahanahay inaan si wada jira gacmaha isku qabsano waar gacmaha ma is qabsana oo magaaladeena Hargeysa ma dhisana oo ma hagaajisana qof kasta oo ka mid ah ardayga meel kasta uu joogaba anigu codka waa karaba reer Soomaaliland meel shay joogaa ma gaar ahaan gobolka Magashaaxna codka waa nuu waa karaba guure iyo gucde iyo orod midtoona waan ugu tagi doonaa hadda la yiraahdo moogtahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa kamida abaalmarinahaas dahab microwave tv iyo mobile dhammaan shirkada samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah
dalxiis aad ku degto hudeelada damal iyo weliba toban gaari oo hayoonday cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111